يواصل الجيش الوطني انتشاره على ساحل ميدي بعد أن فشلت كل محاولات الميليشيا التسلل لاسترداده، بل وتحولت هجماتهم المتكررة طيلة الأسبوع الماضي إلى ما يشبه عملية الانتحار الجماعي لعناصر الميليشيا عندما حاولوا الوصول إلى موقع قلعة ميدي التاريخية والذي يبعد عن مركز المدينة بنحو كيلومتر واحد إلى الشمال ولا يزال تحت سيطرة قوات الجيش الوطني. الحمد لله بفضل الله عز وجل تم السيطرة على القلعة بالكامل، زي ما تشوفها أمامك الآن أخوانا في القلعة، وما تبقى إلا أجزاء من الحوش اللي بالميمنة إن شاء الله بإذن الله. أخوانا الآن هم على مشارف الحوش بإذن الله، فيتم السيطرة على الميمنة بالكامل. الميناء لا زال في قبضة المقاومة، وهم يكذبوا ويقولوا أن الميناء لا زال سقط، وبإعلامهم الكاذب أخوانا لا زالوا في الميناء وخسر وخسائر فادحة. تحشد ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع من وقت إلى آخر أتباعها من مديريات محافظتي حجة وصعدة لتزج بهم في معارك خاسرة يروح ضحيتها عشرات الشباب المغرر بهم بوهم الدفاع عن الوطن. الجيش الوطني تمكن مؤخرا من تكبيد الميليشيا خسائر بالعتاد والأرواح، كما أسر 5 من عناصرها بعد محاولة تسلل فاشلة. وذكر مصدر عسكري في المنطقة العسكرية 5 أن هناك عشرات الجثث لعناصر الميليشيا ما تزال ملقاة بصحراء ميدي بعد أن تخلى عنهم رفاقهم ونجوا بأنفسهم.